العيادات الطبية المتنقلة على عجلات هي وسيلة من شأنها أن توفر الرعاية الطبية المتنقلة، كما أنها توفر حلول لتقليل وخفض تكاليف التشغيل لبعض المراكز الطبية وإعطاء خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. نجح باحثون في كوريا الجنوبية في تصميم مستشفى قابل للنفخ يقدم حلاً لمشكلة نقص الأسرة بسبب فيروس كورونا. نشاهد معاكم بعض من هذا الابتكار في تقريرنا التالي. نجح باحثون في كوريا الجنوبية في تصميم جناح مستشفى غير مكلف وقابل للنفخ لعزل وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بعد أن سبب الوباء نقصاً في الأسرة حول العالم. تتكون وحدات العيادة المتنقلة من خيام كبيرة قابلة للنفخ تكلف خمس تكلفة بناء جناح المستشفى التقليدي. تستخدم هذه الغرف نظام تهوية يخلق ضغطا سلبيا مصمما للسماح للهواء بالتدفق إلى غرفة العزل دون أن يخرج منها، مما يساعد على منع انتشار مسببات الأمراض المحمولة بالهواء. ويستغرق الأمر أقل من 24 ساعة لتجهيز خيمة الهواء المكونة من أربع غرف بأكملها، كما تسمح الغرف بتقديم الخدمات للمرضى من الخارج. وأوضح مبتكروه إن مزاياه تجعله الخيار الأكثر ملائمة، وأن حجمه يعادل حجم ملعب كرة السلة ويمكن تجهيزه في يوم واحد فقط. ويأتي هذا المشروع إيماناً من الأطباء حول العالم خلال فترة الجائحة بأن تكون العيادات المتنقلة قادرة على تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة إلى المحتاجين من المنتسبين لمختلف الحالات الطبية مع ضمان علاج طبي متميز، حيث أن العيادة المتنقلة توفر جودة عالية في كشف الأمراض وعمليات علاجها، كما أنها مجهزة تجهيزاً جيداً بكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة ومصممة لخدمة عدد معين من الناس في وقت واحد.